الحقيقة أنا بشكر جدا دكتور مصطفى. يعني أهم حاجة الراحة النفسية، والواحد رايح للدنتست فده الحمد لله لقيته. النظافة دي شيء مهم جدا في العيادات طبعا، وده برضو لقيته فبحييه. وبعدين سرعة في الأداء، ودي مهمة جدا الحقيقة، والدقة في الشغل. فبشكرك جدا دكتور مصطفى، ودايما بالتوفيق إن شاء الله.